Hi, I am Qasem from Victoria College School. Today we have science class. Okay. المرة الماضية أخذنا عن البولوشن اللي هو التلوث. بولوشن التلوث. وأخذنا اللي هو أول نوع الأير بولوشن اللي هو تلوث الهواء. اليوم راح نكمل هنحكي عن الووتر بولوشن واللاند بولوشن and how to control pollution. Okay. All of you open page 45 in your book. 45 هاي الصفحة. تمام؟ يلا نبدأ. رح أشرح من الكتاب، بتتابعوا على الكتاب، وآخر إشي رح نحكي المعاني إنجليزي عربي. أوكي؟ Let's begin. Water pollution. تلوث المياه. When a river originates in the mountains, عندما ينبع النهر في الجبال, its water is clean and pure. مياهه بتكون نقية ونظيفة. Clean, نظيفة. Pure, نقية. When it passes alongside a farm, chemicals from fertilizers are washed into it. لما يمر بجانب مزرعة مثلا, الكيميائيات أو الكيماويات اللي بتنتج مثلا عن الأسمدة راح تدخل بهاي المياه, يعني المي راح تسحب الكيميائيات, بعد ما كانت نقية راح تتلوث بهاي الكيميائيات. When it passes alongside a town, لما تمر بجانب مدينة, chemicals from factories and houses flow into it. يعني لما تمر بجانب مدينة, الكيميائيات اللي بتطلع من المصانع والمنازل راح تدخل جوا هاي المياه أيضا. Dirty water from houses is called sewage. المياه غير النظيفة اللي بتيجي من المنازل بنسميها سوج, اللي هي المجاري. أوكي, سوج المجاري. When a river reaches the sea, it is full of poisonous substances. لما النهر يوصل, يعني مية النهر توصل للبحر, تصب في البحر, it's full of poisonous substances, رح تكون مليئة بالمواد السامة. Poisonous substances اللي هي المواد السامة. فشو رح يصير بالبحر؟ رح يتلوث بهاي المواد. People bathe and wash in rivers. الناس بتحمموا وبغسلوا كمان أشياءهم وين؟ في الريفرز, بالأنهر اللي هي المياه المفروض نظيفة. Animals drink water from them. الحيوانات بتشرب المي من هاي الريفرز اللي هي الأنهر. Polluted water contains chemicals, bacteria and other substances which can make us ill or even cause death. تمام. المي الملوثة polluted water contains chemicals, تحتوي على كيماويات, بكتيريا اللي هي البكتيريا بتعرفوها, and other substances ومواد أخرى. كل هاي مواد سامة, مواد ضارة, which can make us ill, بتخلينا مريضين, or even cause death, بعيد الشر, ممكن تسبب بعض الحالات وفاة بعيد الشر. أوكي, نكمل. Bacteria living in the dirty water use up the oxygen gas in the water. البكتيريا اللي بتعيش جوا المياه غير النظيفة رح تستهلك أو تستخدم الأكسجين غاز, اللي هو غاز الأكسجين الموجود في المياه. Fish and other animals and plants need oxygen gas to breathe. السمك والحيوانات الأخرى والنباتات اللي بتحتاج الأكسجين حتى تتنفس ما رح يضل في أكسجين كفاية لأنه البكتيريا قاعدة عم تستهلك. تمام؟ So plants and animals living in dirty water can die. معناته النباتات والحيوانات اللي بيعيشوا في المياه غير النظيفة ممكن يموتوا. Rivers carry polluted water to the seas and oceans. الأنهر بما أنها بتصب بالبحر رح تحمل المي الملوثة وتصبها وين؟ في البحر. وين كمان؟ oceans المحيطات. This pollution can kill sea animals and plants. هذا التلوث ممكن يقتل لي الحيوانات والنباتات. Ships
carry rubbish and waste materials from factories into the sea and dump them on the ocean floor. الships تعرف السفن تحمل القمامة الربش and waste materials المخلفات من وين تحملهم من المصانع وين بتجيبهم بتجيبهم مش هي الships وين تكون في البحر بتصب هاي المواد المخلفات والمواد السامة في البحر تفرغهم في قاع المحيطات تمام oil tankers carry tons of oil ناقلات النفط بنسميها oil tankers بتحمل أطنان من النفط if an oil tanker leaks إذا نفط إذا طن واحد أو تانك واحد من النفط تسرب شو معنى leak تسرب إذا تانك واحد من هاي الناقلات تسرب في البحر شو رح يصير it creates an oil spill in the sea رح يسبب لي ينشأ اللي هو تسرب نفط في البحر تمام oil kills fish sea birds and other sea animals النفط رح يقتل لي السمك sea birds طيور البحر and other sea animals وبعض حيوانات البحر بسبب النفط اللي تسرب في مية البحر هاي بالنسبة للwater pollution النوع الثالث اللي هو land pollution اوكي land pollution اللي هو تلوث الارض شو معنى land ارض farmers grow crops to give us the food that we need المزارعين بنموا المحاصيل عشان يأمنوا لنا الغذاء اللي احنا بنحتاجه by growing more and more crops on the same land for many years the plants use up the important minerals in the soil لما يضلوا المزارعين ينموا محاصيل محاصيل واكثر واكثر في نفس الارض تمام لسنين كتار عدد من السنوات بيكون كبير شو رح يصير البلانز رح تستهلك كل المينرالز هي المعادن المفيدة والمهمة من التربة رح تخلص رح تخلص التربة رح يبطل فيها الامبورتنت مينرالز المعادن المفيدة ليش لانه صار في عدد كبير من الكروبس بضل ينمو 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 على نفس الارض والعدد من سنين كتير بيستهلك كل هاي المعادن اوكي the soil cannot grow plants anymore معناته التربة ما رح تقدر تنمي لي نباتات اخرى مرة تانية صح؟ animals feed on grass and small plants الحيوانات بتغذوا على ايش؟ العشب في بعض الحيوانات بتغذوا على العشب و small plants اللي هي النباتات الصغيرة sometimes they eat away all the grass في بعض الاحيان الحيوانات رح تستهلك او تتغذى على كل العشب الموجود في المنطقة فمعناته no grass is left to hold the soil العشب رح يبطل لانه فيش جراس فمعناته فيش اشي يمسك التربة اشرح لكم التربة اذا ما اشي مسكها زي عشب او شجر او نباتات الاعشاب والشجر بيمسكوا التربة اوكي اذا فيش اشي يمسكها يعني ما في اعشاب بالمرة او شجر رح تصير متناثرة يعني بتنحمل بسهولة مع المي مع الويند بتطير فيش اشي يمسكها معناته الحيوانات اكلت كل العشب ففش ما ضل في عشب يمسك التربة the soil can easily be blown away by wind or swept away by rainwater معناته التربة رح بسرعة تنسحب مع الرياح او تنجر مع الرينووتر مياه الامطار farmers use chemicals called weed killers to get rid of unwanted plants called weeds المزارعين بيستخدموا كيميكالز كيماويات او كيميائيات called weed killers يعني اللي هي المبيدات الحشريه بنسميها او قاتل الاعشاب الضاره سوري weed killers قاتل الاعشاب الضاره بيستخدموها حتى يتخلصوا من النباتات غير المرغوبه اللي بنسميها weeds هلا weeds لها نوعين نوع حسن ونوع ضار النوع الحسن تعرفوا زي اللي بنقدر ناكله مثلا البقدونس الملوخية السبانخ انواع مفيدة وحسنة ما بتضر في عندي باد ويدز اللي هي انواع ضارة من الاعشاب هاي شو بتعمل ممكن تقتل النباتات الثانية وتمتص كل المياه اوكي من التربة فهاي بنسميها
أعشاب ضارة. Okay. They also use chemicals called pesticides. بيستخدموا برضو كيميائيات بنسميها pesticides اللي هي المبيدات الحشرية to protect the crops from unwanted insects called pests. هاي المبيدات الحشرية pesticides تحمي المحاصيل من الحشرات الغير المرغوبة بنسميها pests. هاي الحشرات بتدمر الأعشاب والأشجار، بتغدى عليهم، بتخلصهم، بتسبب لهم أمراض، فهي حشرات غير مرغوبة بقتلوها عن طريق البيستسايدز اللي هي مبيدات حشرية. These chemicals are absorbed by plants. طبعا احنا لما يرشوا المزارعين الشجر بهاي الكيميكالز راح النباتات تمتصها. Absorb. Okay. Absorb the chemicals. النباتات بتمتصها. When we eat these plants our health is affected. بنيجي احنا بعد ما نرشت هاي النبات بنيجي ناكل منها صحتنا راح تتأثر. اوكي طبعا bad effect تأثير سلبي. اخر شيء راح نحكي في اليوم نهاية الدرس how to control pollution، كيف نسيطر على التلوث. عندي 6 ways اللي هو 6 طرق. 1 trees should not be cut down، الاشجار ما بصير انها تقطع نقطعها. New trees should be planted، لازم ينزرع اكثر واكثر اشجار جديدة. Crops should not be sprayed with chemicals، المحاصيل ما بيصير تنرش بهاي الكيميكالز الكيميائيات الضارة. 4 fumes from motors and factories should be filtered. اوكي fumes معناها عوادم، عوادم اي اشي بيحترق الغاز اللي بيطلع منه بنسميه fumes. تمام fumes عوادم اللي بتيجي من الموتورز والفاكتوريز من المصانع راح لازم تكون مفلترة، يعني نقوها من غاز ثاني اكسيد الكربون الضار. 5 waste material and garbage should be burned، برضو مواد المخلفات او بشكل عام لازم تكون يعالجوها وينقوها. 6 waste materials should be recycled used again، برضو المخلفات لازم يعاد تصنيعها. شو معنى recycled؟ يعاد تصنيعها من جديد. بدنا نراجع مع بعض بس الكلمات المهمة. water pollution تلوث الماء. fertilizers الأسمدة. sewage المجاري. poisonous substances مواد سامة. waste materials المخلفات. oil tankers ناقلات النفط. oil spill تسرب النفط. weed killers قاتل الأعشاب الضارة. weeds الأعشاب، وتذكروا إنهم نوعين إشي حسن وإشي ضار. pesticides المبيدات الحشرية. pests هي حشرات طفيلية. fumes عوادم. recycled معاد تصنيعها. that's it for today. بس تخلص فترة الامتحانات منحل الـ exercises page 48. That's it for today. Thank you.